مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حديث الاخبار. هكون معاكم خلال هذه الساعه وزي ما هو معتاد كل يوم ثلاثه نناقش اهم انجازات الحوار الوطني بعد اربع اسابيع من الجلسات النقاشيه الثريه اللي حصل خلالها طبعا سجال صحي وتبادل الاراء في ممارسه ديمقراطيه راقيه، وكل ده بشان قضايا الوطن، وتم التوافق على بعض التوصيات. ما زال طبعا النقاش لسه دائر حول بعض القضايا، لكن هناك قضايا تم بالفعل التوافق حولها. احنا معانا كعادتنا كل يوم ثلاث الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، نعرف منه أكتر إيه آخر منجزات الحوار الوطني وإيه اللي هيتم مناقشته كمان في الأسبوع اللي جاي واللي هو الأسبوع الخامس. أهلا بيك أستاذ ضياء، منورنا وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ ريهام وكل السادة المشاهدين الكرام طبعا. أهلا وسهلا. طيب خلينا نبدأ على طول بالملف السياسي. عادة يعني لما بنتكلم عن الحوار الوطني بنبدأ بالسياسة، نروح للاقتصاد، المجتمع وهكذا. لو بدأنا بالسياسة، إيه أبرز القضايا اللي تم حسمها بالفعل يعني حتى الآن فيما يتعلق بالقانون الانتخابي؟ كنتوا بتتناقشوا فيه أيضا الإدارة المحلية، قانون العمل الأهلي ومفوضية عدم التمييز. شوف حضرتك، بداية إحنا حتى اللحظة عقدنا أربع أسابيع كاملة. أربع أسابيع، الأسبوع بيتم عقد في أربع جلسات لكل محور، وبالتالي كل أسبوع فيه 12 جلسة. في أربع أسابيع عقدنا 48 جلسة حتى الآن، بالإضافة إلى جلستين مطولتين لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب اللي أحاله لنا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتوجيه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالتالي إجمالي المنعقد حتى الآن 50 جلسة. هذه الجلسات الخمسين توزعت بالعدل ما بين المحاور الثلاثة، السياسي طبعا والاقتصادي والمجتمع. عدد القضايا، احنا طبعا القضايا عموما الناس عارفة، احنا قلنا ده كتير، احنا عندنا 19 لجنة، المحور السياسي فيه 5، الاقتصادي فيه 6، المجتمعي فيه 8. القضايا جوه المحاور جوه اللجان دي كانوا حوالي 113 قضية مع تفصيل، يعني احنا كنا مفصلين قوي في القضايا. لما حصل الاجتماعات طبعا التجربة هي اللي بتبين التفصيل صح او غلط، هل محتاجين دمج، تم دمج بعض القضايا الفرعية. وبالتالي اجمالي القضايا اللي اتناقشت لغاية هذه اللحظة في الاجتماعات كلها الخمسين اجتماع تتجاوز 60 قضية، اكتر من 60. وبعض هذه القضايا طبعا عشان نبقى يعني مدركين شكل المناقشة ايه، اولا كل من لديه رأي او فكرة او يعني موافقة او معارضة لكل واحدة من القضايا دي قالوا بدون اي حذف وبدون اي مصادرة عليها بشكل واضح جدا. بعض من القضايا الحقيقة لاقت قدر كبير من الاهتمام وقدر كبير من ضرورة يعني البدء بها، بغض النظر عن البدء ازاي. حد امثله يعني قانون النظام الانتخابي سواء مجلس النواب او مجلس الشيوخ لاقى رغبه شديده من كل الاطراف في ان يصدر سريعا. طيب يا ترى قائمه نسبيه او مطلقه زي ما كنا اتناقشنا قبل كده، اختلفنا بس الاتفاق على ايه؟ على ضرورته. قانون المحليات لانتخابات المجالس الشعبيه المحليه تحديدا، لان عندنا قانونين، قانون المجالس الشعبيه المحليه المنتخبه وقانون الاداره المحليه اللي بيقسم مصر. القانون الاول اللي هو خاص بالمجالس الشعبيه المحليه هناك اجماع على ضروره صدوره سريعا، واجماع اخر على ضروره اجراء الانتخابات الشعبيه المحليه باسرع ما يمكن. طيب تتعمل ازاي؟ عدد الناس المنتخبه قد ايه؟ الدوائر ايه؟ ده ايضا ليس فيه اتفاق كثير. القضايا اللي كان فيها توافق في محاور كتير، هي كتير الحقيقه، احنا اكتشفنا انها اكثر مما كنا نتوقع. عندنا على سبيل الامثله ان عندنا عدد كبير من القضايا، عندنا اللي كان القضايا اللي طرأت على الحوار الوطني كان قانون الوصايا على المال او الولايه على المال بسبب المسلسل الدرامي المهم اللي اتعمل. نوقش مقترحات القانون واصدار قانون خاص بيه مضمونه في توافق كامل عليه. قانون التعاونيات في مصر، التعاونيات عشان ناس كتير يمكن ما تاخدش بالها، احنا عندنا 6 انواع من التعاونيات. التعاونيات دي بتهم كل الناس، من التعاونيات الزراعيه للانتاجيه للاستهلاكيه لغيره. عندنا اتفاق كامل على اصداره. انشاء مفوضيه لمناهضه التمييز بحسب نص الدستور، ايضا في اتفاق كامل عليه.
ال 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 على المضمون وعلى الشكل. انا مش بتكلم بس على ضرورة العام، لا، المضمون والشكل الاثنين. عندنا فيما يتعلق بالتعليم، التعليم المجلس اللي اقترحه مجلس الوزراء في اجماع على ضرورة وجود مجلس، في مجلس، بس المجلس ده صلاحياته ايه؟ هل هي نفس صلاحياته في القانون تشكيله هو نفسه او لا؟ ده ايضا في يعني اتفاق على سرعته، ضرورته، على وجوده، لكن الاختلاف حوالين صلاحياته وتشكيله. وبالتالي احنا ما انتهت اليه التوافقات، الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها واللي اختلفنا حواليها، الايام اللي جايه دي وبدات الفتره قبل العيد، هناك لجان مصغره بيقودها مين؟ لكل محور في مقرر عام ومقرر عام مساعد، ومعاهم مقرر اللجنه. يعني المقرر مثلا، المثال المحور السياسي، مقرره العام استاذ الدكتور علي الدين هلال، ومقرره العام مساعد استاذ الدكتور مصطفى كامل السيد. الاثنين معاهم خمس لجان. مثلا لجنه حقوق الانسان على سبيل المثال، لجنه حقوق الانسان عندها قانون متفق عليه اللي بترأسها الدكتورة نيفين مسعد، ومعاها مقرر مساعد الأستاذ أحمد راغب. قانون مناهضة التمييز مفوضية، القانون ده هيجي المقرر العام دكتور علي، دكتور مصطفى، معاهم الدكتورة نيفين، دكتور أحمد راغب اللي هم المقررين والمساعدين، ومعاهم الأطراف الأساسية اللي اقترحت أفكار في هذا القانون، عدد قليل، هيقعدوا مع بعض، يقعدوا يعملوا الصياغة النهائية للتوافق اللي تم حوله. طب الموضوع المختلف حوله اللي هو مثلا النظام الانتخابي، بنفس الطريقه المقرر العام، مقرر العام المساعد، مقرر اللجنه، مقرر اللجنه المساعد، ومعاهم الاتجاهات الرئيسيه اللي اخواننا اللي مع القائمه المطلقه هيبقوا ممثلين، اللي مع القائمه النسبيه ممثلين، اللي مع النظام الفردي ممثلين، ومعاهم خبراء دستوريين عشان هيقعدوا يتناقشوا في جلسات مصغره معمقه قوي. يا جماعه انا مع القائمه النسبيه يبقى شكلها كذا، الدوائر قد كده، المرشحين قد كده، التوافق الدستوري قد كده، يتناقشوا. والله اذا طلع في خلل دستوري الخبراء الدستوريين اللي قاعدين هيقولوا ما ينفعش. مفيش. طيب يا جماعه هل في اي مجال ان احنا نوصل لحل توافقي ما بيننا على نظام انتخابي واحد؟ وصلوا خير وبقى ما وصلوش، طب خلاص شكرا، هيكتب هذا الاقتراح وذاك الاقتراح، واللجنة دي ترفع ده لمجلس الأمناء، ومجلس الأمناء هيرفع ده للسيد رئيس الجمهورية. العملية دي بتتم دلوقتي، هنقوم بها بأسرع مما تتخيل. يعني قبل انعقاد الجلسات الجاية لجلسات الحوار نفسه، إن شاء الله هيكون عندنا حصيلة من الاقتراحات هنرفعها للسيد رئيس الجمهورية لنا الرأي العام. طيب، وإحنا بنتكلم عن القضايا السياسية المهمة كمان اللي تم مناقشتها في القضية الخاصة بعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكمان التفرغ، يعني فكرة التفرغ للعضوية، إيه اللي تم التوصل إليه حتى الآن في الجزئية دي؟ شوفي، القضية الأولى اللي هي عدد الأعضاء هي مرتبطة مباشرة طبعا بالنظام الانتخابي، لانه عدد الاعضاء حضرتك له في معيار دستوري بيحكمه انه يبقى هناك تكافؤ وتناسب ما بين عدد اعضاء مجلس النواب ومن يمثلوهم في 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 في, في المجلس. بمعنى انه ما ينفعش ان يبقى عندنا مثلا قاعده لكل 100,000 مواطن ناخب ممثل نائب، ما ينفعش القاعده دي نكسرها 10 مرات، ممكن نكسرها في المناطق الحدوديه. وبالتالي العدد متسق مع النص الدستوري، الدستور بيقول كده، يعني حاولوا بقدر الامكان يبقى لكل عدد من المواطنين ممثل في مجلس النواب او مجلس الشيوخ. فدي اول قاعده. القاعده الثانيه، طب النظام الانتخابي شكله ايه؟ لو هي دوائر صغيره هيبقى العدد مختلف عن لو كانت دوائر كبيره، طب هي قائمه واحده على مستوى الجمهوريه، هيبقى مختلف لو كانت قوائم اربع او خمس او ست او سبع قوائم. فالعدد يعني متراوح. ايه اللي بيحكمنا في العدد؟ نص الدستور. الدستور واضح، عدد اعضاء مجلس النواب لا يقل عن 450 عضو. شكرا. يزيد بس ما يقلش واحد. عدد اعضاء مجلس الشيوخ لا يقل عن 300 عضو. لكن يزيد، ممكن يزيد. انما لا يقل عن هذا العدد. وبالتالي العدد مرتبط بالنظام الانتخابي. التفرغ فيها قوالين، يعني حضرتك كنت شرحت لنا قبل كده انه يعني الدستور ممكن تتفسر بشكل، ممكن تتفسر كمان بشكل تاني فيما يخص التفرغ. مظبوط. هو نص الدستور هتحسموها ازاي؟ بص حضرتك، هي فيها اراء ايضا هتطرح على، لان ده محتاج تعديل تشريعي، لانه قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ دول قوانين، اللي هي اللوائح الداخليه بتاعتهم دي قانون، وبالتالي عشان يعدل
اي شيء في التفرق لابد انه يرفع كمقترح تشريعي للسيد رئيس الجمهوريه، والسيد الرئيس يبعته لمجلس النواب مجلس الشيوخ. التفرغ الماده واضحه انه يتفرغ عضو مجلس النواب او عضو الشيوخ لمهام العضويه. التفرغ للمهام العضويه هنا بيقول انه يتقاضى مرتبه وكذا ويعود الى عمله بعدها. طيب هذا النص البعض بيرى وانا منهم انه ينطبق على العاملين في الحكومه او في قطاع الاعمال العام، لكن لا ينطبق على العاملين في القطاع الخاص. وده في تمييز بين اعضاء المجلس. لو احنا بنتكلم على انه خاصه انه في القطاع الخاص ما فيش حاجه اسمها يعود الى عمله، وهو بيشتغل بعقد وخلاص سابه ومشي، بمعنى ان في تعقيدات كثيره جدا. فربما يكون الافضل في التفسير انه ما قالش يتفرغ من كذا، هو قال يتفرغ لكذا، يتفرغ لمهام العضويه، ما قالش للعضويه. مهام العضويه محدده، ايه عضو مجلس النواب بيعمل ايه، دي مهامه. مهامه هي الرقابه والتشريع واقرار الموازنه العامه. لو اخل بدول يبقى ما تفرغش، لو ما اخلش بدول يبقى تفرغ. وبالتالي ده احد التفسيرات اللي ربما في لجان الصياغه النهائيه تجد مكانها في الصياغات المقترحه، ويعني يرفع ده للسيد الرئيس. وطبعا خبراء امتى ده هيحصل؟ امتى هيتم صياغه المقترحات اللي رفعها للقياده؟ ما انا بقول لحضرتك ده هيتم يعني اللجان دلوقتي بتنعقد، بتخلص حاجه حاجه، لكن في حاجات رئيسيه لازم تخلص الاول. يعني التفرغ مش هو اول حاجه، لكن الاهم والاكثر عجاله واللي ابتدينا بيه اول يوم هو النظام الانتخابي لمجلس المجلسين النواب والشيوخ. ده اللجان هتقعد الاسبوع ده، يعني تقعد او بدايه الاسبوع اللي جاي. كمان مجالس الشعبيه المحليه كذلك عاجله، لانه فيها اقتراحات ومشروعات قوانين محدده. وتباعا يعني احنا حريصين زي ما بقول لحضرتك قبل بدء الجلسات اللي جايه انه يبقى في اقتراحات تشريعيه او تنفيذيه محدده ترفع للسيد رئيس الجمهوريه، لان هو اللي طلب مننا كده. قال اللي انتم جهزتوه بعتوه، وانا اللي في صلاحياتي الدستوريه ساقبله بدون قيد او شرط، واللي يطلب الاحاله هحيله لمجلس النواب او الشيوخ. طيب ايه بقى مصير كمان قانون حريه تداول المعلومات يا استاذ ضياء، وخصوصا انه تم خلاص التوافق عليه؟ شوفي القانون ده من القوانين ايضا الدستوريه اللي هي لم تصدر، وده التزام دستوري. واحنا اتكلمنا هنا مع بعض انه ده مش بس للصحفيين والاعلاميين زي حضرتك وزي حالاتي، لا ده للمواطنين، انتم من حقهم يعرفوا عشان يحكموا ويعرفوا المصدر طبعا. صح عشان ما صح. يعني احنا عندنا حاجات بتتقال كتير، يمكن في الفتره الاخيره كان في بعض الاحداث من حسن الحظ انها قطعت يعني الاشاعات بحقائق اعلنت للناس. لو تغفلنا عن ده يبقى في مشكله كبيره جدا، ويستغلها من يستغل. وبالتالي قانون تداول المعلومات هو لامن المجتمع، الأمن السياسي، مش الأمن بمعنى الأمن الجنائي يعني. هذا القانون فيه إجماع على ضرورة خروجه. الخلافات فقط في بعض القضايا اللي هي حدود المعلومات اللي هي تعلن أو لا تعلن. وفي خلاف طبيعي موجود في الدنيا كلها، إنه يرفع الحظر والحجب عن بعض المعلومات بعد كام سنة. في بعض الدول بعد 5 سنين، أو بعدها معلومات أخرى 10، وبعدها 20، وبعدها 50، وبعدها لا يرفع إطلاقا. ده محتاج شغل فني، شغل فني دقيق مع الجهات ذات الصله، يعني المعلومات ذات الصله بالامن القومي لها جهاتها، المعلومات ذات الصله بالامن الاقتصادي لها جهاتها. كل ده هياخد وقت، بس القانون المبدا اللي هو تطبيق النص الدستوري بانه المعلومات حسب النص الدستوري ملك للشعب. ما قالش ملك للحكومه. الدستور قال كده، ملك للشعب. لانه في النهايه الدستور كان منطقي. هو المعلومات دي عباره عن ايه؟ عباره عن جهد وانتاج واختراع وابداع، ويعني كل حاجه، كل حاجه دي مين بيعملها؟ الحكومه بتدير، الشعب اللي بيعمل، فالمعلومات بتاعته، وبالتالي الحصول عليها حقه. طيب حقه ده هيترجم ازاي؟ القانون ده انا بقول لحضرتك بقدر الاجماع عليه وضروره صدوره، بقدر ما هياخد جهد في صياغته، في قوانين اتقدمت مشروعات سابقه هنستفيد منها طبعا وطلبناها من اصحابها، عشان لما يصاغ الصياغه النهائيه يبقى كل الاعتبارات متاخده في يعني في متاخده بحساب صحيح. طيب ايه بقى القضايا السياسيه المفترض ان هي ان شاء الله تعرض على الجلسات الحوار الوطني في الاسبوع اللي جاي، هو الاسبوع الخامس؟ لا لسه ما قررناش، ده قرار مجلس الامناء، لان احنا حضرتك مجلس الامناء هينعقد غالبا ان شاء الله في بدايه الاسبوع القادم عشان يقرر الاسابيع اللي جايه، لان احنا هنعمل جرده او يعني نجرد اللي عملناه لغايه دلوقتي. خلصنا كام قضيه بحيث في بعض اللجان خلصت شغلها
يعني في لجان، لجنه المحليات خلصت، لجنه التنظيم النظام الانتخابي والتمثيل النيابي خلصت، بحيث انه هذه نعلن انه في لجان كملت خلاص، وانه اللجان الباقيه هنعيد بس ترتيب القضايا اللي هتطرح ونحدد موعدها، وده هيعلن للراي العام في حينه، بحيث انه الناس تبقى جايه كمان جاهزه يعني بمشروعاتها واقتراحاتها وقراراتها عشان تطرح على الحوار. ولكن مش عايز استبق مجلس الامناء، لكن بالتاكيد كمان هتبقى زي ما كنا معتادين، سياسي اقتصادي مجتمعي. ازاي كانت يعني، او نقدر نقول انه جديه مناقشات الحوار الوطني يا استاذ ضياء، ازاي ممكن نعتبر انه ده اكبر رد على المشككين في الحوار، خصوصا الجماعه الارهابيه؟ شوف حضرتك، انا مش مهتم بالمشككين دول خالص نهائي، لانهم مش موجودين مش بمعنى التجاهل، لانه حضرتك ما بيقدموش حاجه حقيقيه على الارض. اللي موجود في الحوار هو تقريبا كل ممثلي الحاله الاجتماعيه والسياسيه في مصر اللي موجودين في الحوار، وده حضرتك انا بدعوكي وبدعو الساده المشاهدين يدخلوا على صفحات بعض من القوى السياسيه اللي هي مشاركه في الحوار، قوى حزبيه معارضه، الحركة المدنية الديمقراطية مثلا هي قوى معارضة بتضم 12 حزب وحوالي 35 شخصية عامة، يدخلوا على صفحتهم الرسمية هيلاقوا على هذه الصفحة وكل يوم من أيام الحوار 10 إلى 20 فيديو لممثليهم وهم بيتكلموا في الحوار الوطني. أنا بتكلم على الحركة المعارضة الرئيسية في مصر الصريحة الواضحة اللي هي فخورة على صفحتها بان مشاركيها، ودول مش بيتكلموا ويعتبرهم فقط ممثلي الحركه المدنيه، لا ده بيبقى فلان او فلانه ممثل الحزب الفلاني عضو الحركه المدنيه الديمقراطيه، فهم حاطين هذه الفيديوهات وعاملين قناه خاصه على اليوتيوب لده عشان تنشر كل ده. انا بتكلم هنا على اطياف ضخمه جدا من المعارضه، تقريبا يعني مش عايز اقول النسب لكن نسبه ساحقه، اخوان وغيرهم ومن الملتحقه بيهم الناس اللي تبعهم، يعني هم انا بقول لحضرتك متجاهلين الحوار. انا بكرر مره اخرى، من ساعه ما بدا الحوار الوطني ومن اول جلسه يوم 3 مايو اللي كانت جلسه صادمه لكل من هو يخرج او خارج عن يعني شرعيه البلد وضدها، ليه؟ لانه لم يجد حد غايب، مفيش حد كان غايب، الصوره اصدق، مفيش حد من اللي كانوا موجودين وجابتهم الكاميرات من رموز الحالة الاجتماعية والسياسية والوطنية في مصر اللي أنا سميناه وكلنا سميناه تحالف 30 يونيو. هذا الحوار الوطني بالفعل هي روح 30 يونيو وقد عادت من جديد. الإخوان عادت 30 يونيو، وبالتالي لما رأوا كل الناس دي موجودة يوم 3 مايو ثم في الحوار نفسه كانوا متوقعين في كل لحظة أنه يحصل انتكاسة، أنه حد ينسحب، انه الناس تقوم تتخانق، انه البعض يطلع بيان يرفض فيه ما دار في الحوار. للاسف هم يعني اصيبوا بصدمه عصبيه كبيره جدا، لانه انا هقول لحضرتك بالارقام، لا يوجد طرف واحد في الحوار الوطني سواء كيان او حزب او حزب تحت التاسيس او جمعيه اهليه او اي كيان اعلن انسحابه من الحوار ولا تجميد عضويته فيه ولا تعليق عمله فيه الا حزب واحد تحت التأسيس ضمن الحركة المدنية، وعلق هذا على شرط محدد خاص بالإفراج عن حد يخصه وعلقه مؤقتا. إذن أنا عندي الحالة تدفع الإخوان للتجاهل. ليه؟ هو مش لاقي حاجة يقول. أولا لو شتم مش هيشتم الدولة والحكم والنظام، هيضطر يشتم كل أطياف المعارضة. لو اتهم بأن كل دول متقاعسين وخائنين ويعني تقاضوا ما تقاضوه عشان يحضروا، هو كده بيحط نفسه مش بس في مواجهة بقى الشعب، لا كمان في مواجهة القوى السياسية اللي هو شايف انها كانت معارضة شريفة دلوقتي مش قادر يقول مش شريفة. فهو اختار الحل الثالث انه مفيش حوار، ومن حين لاخر ينقي جملة او جملتين اتقالوا حول الحوار او فيه يعلق عليهم بطريقة الملف الفرعي مش بطريقة الحوار. الحوار نفسه ليس موضوعا، انا بؤكد ده من قبيل يعني المتابعة، ليس موضوعا لا لشتمة الاخوان ولا لنقدهم ولا للمجموعات الصديقة بتاعتهم سواء كانت في اسطنبول او في اي بلد اخر. هم شايفين انه القطار انطلق، هم دلوقتي مركزين في حاجات اخرى، الحوار الوطني تجاوزهم. طيب
نروح للملف الاقتصادي، وايه الاول ابرز يعني ما تم المناقشه او انهاء النقاش فيه وكان عليه شبه اجماع فيما يخص الملف الاقتصادي يا استاذ ضياء؟ شوفي يعني حضرتك الاقتصاد عاده دايما في اختلافات، ده طبيعي، لكن طبيعه اختلافات المحور الاقتصادي في اختلافات اكتر من السياسي ولا لا؟ الحقيقه كان توقع ان يبقى اكتر، لكن الحقيقه نفس النسبه تقريبا او حسب القضيه، يعني حسب القضيه. لكن الشيء اللي مهم كان في الملف الاقتصادي انه الحاضرين كانوا الحقيقه تنويعها واسعه قوي من مختلف الاتجاهات، طبعا ده اهم، ومن كمان التخصصات في كل حاجه، يعني في القضايا الماليه متخصصين في الماليه العامه، في القضايا الاستثمار متخصصين، قضايا الصناعه، قضايا السياحه، قضايا الزراعه وغيره. المتخصصين بيقعدوا مع بعض بيبقى الترابيزه لا تحتمل الا اختلاف حقائق، مش اختلاف سياسيين زي حالاتنا. احنا سياسيين زي حالاتنا ممكن نقول كلام يعني في قدر من المزايده او المرافعه او المناقصه زي ما يكون يعني، لكن لما بيبقى متخصص وبيقعد مع متخصص كل واحد فيهم عارف انه التاني عارف، وبالتالي حدود الكلام بتبقى مسؤوله جدا. دي اول ملاحظه على كل الجلسات الاقتصاديه. يعني نسبه عاليه جدا جدا من الناس بتتكلم كلام في حدود المعقول والحقيقي. اتنين، انه في قضايا في اختلاف حواليها طبعا يعني، لكن كان في محاولات للتوصل لحلول وسط. يعني مدى قضايا مثلا زي الانفاق العام، الانفاق العام ده كان لجنه كامله، انفاق الدوله وملكيه الدوله وصول يعني وثيقه اصول ملكيه الدوله، دي كان في خلاف حواليها، لكن الناس الحقيقه ما انصرفتش للماضي، ودي واحده من اهم النقاط اللي الحوار بيقوم عليها، انه يا جماعه احنا مش جهه محاسبيه ولا جهه رقابيه ولا جهه برلمانيه، وبالتالي نحن لا نحاسب اشخاص او مسؤولين، احنا بنقول للمستقبل المفروض يبقى شكله ازاي بطريقه افضل، اللي هو الرئيس صاغها اولويات العمل الوطني. طيب الماضي ممكن نرجع نقول والله في جمله حصل غلط في كذا في الفتره الماضيه، لكن احنا عايزين كذا في المستقبل. الحقيقه معظم الغالبيه الساحقه من الاقتصاديين اتناقشوا فيما يجب ان يكون، وهنا ما كانش في اختلافات واسعة جدا، كان في درجة محاولات للتقارب العلمي العملي. يعني مثلا في قضية زي قضية خلافية كبيرة زي شمول الموازنة، دول مدرستين في الاقتصاد، الموازنة العامة للدولة تضم كل شيء عام في الدولة من هيئات وجهات اقتصادية ولا هناك هيئات وجهات اقتصادية خارج موازنة الدولة. الوضع الحالي في مصر هو التاني، انه في موازنة العامة للدولة فيها جهات حكومية وجهات أخرى، لكن في جهات اقتصادية وهيئات خارج. المدرستين دول عادة لما بيقعدوش مع بعض بيبقى قولا قاطعا، واحد فيهم يقول لا هو الوضع الحالي هو أفضل وضع عشان بيدينا حرية حركة في الصناديق وفي الجهات وفي الهيئات الاقتصادية، وبالتالي مش لا خليهم بره الموازنة. التاني يرد عن بعد، كل ده عن بعد، يقول لا الموازنة لازم كل هذه الجهات والهيئات تدخل جوه موازنة الدولة. لما جم قعدوا مع بعض لقينا انه لا، موضوع لا هو دول متمسكين بده ولا دول متمسكين بده، لقوا في شيء مختلف، انه ممكن جدا بعض الجهات او الهيئات يدرس دخولها في الموازنه العامه للدوله بخطوات محدده وعلى مدار زمني محدد، وانه مش بالضروره كل الجهات والهيئات تدخل موازنه الدوله. انا بتكلم دلوقتي على طرفين كانوا متصارعين جدا حوالين يا ترى يا ده كله يا ده كله، الحوار اصفر عن حاجه مختلفه. هتتصاغ ازاي في اللجنه المختصه وبالمحور الاقتصادي مع الدكتور احمد جلال والدكتور عبد الفتاح الجبالي، ده اللي هنشوفه في الصياغه النهائيه. طيب تشجيع الاستثمارات وتوطين الصناعه كمان من القضايا المهمه اللي فتح حولها يعني بعض جلسات الحوار وكان في مناقشات ثريه حوله، كلمنا عن اهميه هذه الجزئيه او هذا الملف، يعني توطين الصناعه تاثير ده كمان على الحاله الاقتصاديه العامه في البلاد وخلق فرص العمل. شوف هو مش تاثير بس، ده المستقبل. واجمع الحاضرون توطين الصناعه هو مفيش صناعه مفيش مستقبل، عشان ما نلفش وندور على بعضنا، مش هنضحك على نفسنا. ليه توطين الصناعه لهذه الدرجه؟ الصناعه اولا ثم التوطين. ما هو حضرتك التوطين ده مرحله تتلو الصناعه، ان توجد صناعه في مصر، وان وعلشان كده احنا عملنا لاول مره لجلسه مشتركه ما بين لجنتين، السياسات الصناعيه والاستثمار
المحلي والاجنبي. ليه؟ لانه الصناعه مش هيعملها غير مستثمر سواء مصري او اجنبي. طيب السياسات الصناعيه عشان تيجي لازم المستثمر يلاقي حوافز، لازم يلاقي تشجيع. فالجلسه الوحيده اللي اتعملت مشتركه بين لجنتين في الحوار الوطني كانت ما بين اللجنتين دول. ليه؟ ادراكا من الحاضرين كلهم بمختلف، ما فيش واحد استاذ ريهام معارض او مؤيد او شديد التأييد او يعني شديد المعارضه، اختلف حوالين ضروره تصنيع مصر. ما حدش اختلف في الكل، اشتراكي او ليبرالي او غير ليبرالي، اختلف حوالين ضروره تشجيع الاستثمار الخاص. يعني خلي بال حضرتك احنا كده في تحرك، الناس تاخد بالها من ده، في تحرك في المواقف الايديولوجيه الفكريه اللي هي كانت زمان يقول لك لا استثمارات الدوله بس، الدوله هي قطاع عام مش عايزين الخاص، او العكس قطاع خاص ومفيش حاجه اسمها قطاع عام. الكلام ده كله على مائده التحاور والمصلحه الوطنيه، وده شهاده على فكره عشان الناس كلها تاخد بالها، شهاده لكل اللي شاركوا في الحوار الوطني بانهم مسؤولين مسؤوليه حقيقيه عن وشعورهم بالمسؤوليه عالي جدا تجاه البلد. فالصناعه والاستثمار المباشر المحلي والاجنبي دول كانوا ولا زالوا محل لحاله من التشخيص الدقيق جدا من الكل، والاقتراحات الكتيره اللي انا حتى فنيا مش هقدر استوعبها من كتر ما هي يعني كتيره وايجابيه، والحاح على ضروره البدء وفورا في اتخاذ اجراءات. المطالبه بقانون موحد جديد للصناعه موجوده، قانون موحد للاستثمار طرحت، توحيد جهات منح التراخيص وغيره موجوده. كل ده يوحي زي ما حضرتك بروح المسؤوليه بانه مستقبلنا في التصنيع. احنا عملنا بنيه تحتيه ازاي نعملها وما نستفيدش بيها، عملنا انفاق عالي جدا 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 في تجهيز بلد لمستقبل صناعي او صناعي زراعي لازم يتعمل، وبالتالي المخرجات ده انا اظن انها هتبقى شيء ايجابي وشيء جديد، لانه زي ما بقول لحضرتك اللي حاضرين استاذ ريهام ناس مسؤولين وزراء سابقين من مختلف المدارس، اساتذه اقتصاد كبار على مستوى العالم، خبراء في الاقتصاد، رجال صناعه ورجال استثمار ورجال مال، رجال بيديروا مؤسسات مهمه كانت في الدوله ماليه ونقديه. وبالتالي لما كل دول يقعدوا ويخرجوا بافكار قريبه من بعضهم، والافكار دي تترفع للسيد رئيس الجمهوريه سواء قرارات تشريعيه او قرارات تنفيذيه، انا اظن ان ده بيعبر عن حاله جديده في مصر، انه التوقف عن ما هو ما كانش فيه تشاتم بس التوقف عن النقد عن بعد، الاشتباك، التفاعل، اللي هو الحوار سماه المساحات المشتركه، ما قالش مساحه واحده وما قالش مساحه، المساحات مساحات بالجمع، احنا كلنا في حتت بس احنا في مساحات قريبه من بعض. طيب ايه بقى اللي تم في ملف اولويات الاستثمارات العامه ووثيقه مفيش حاجه تمت مفيش حاجه لا فيما يخص النقاشات، انا بقصد النقاشات تنوعها فوق ما تتخيلي. يعني انا بقول لك دي مدارس فكريه كتيره جدا، فالملاحظه الرئيسيه اللي قلتها الوقت الاستثمارات العامه ما حدش يتكلم على ماضي وما حدش يتكلم في جدوى الاستثمارات العامه في الماضي، لكن مثلا وثيقه ملكيه الدوله خضعت لايه؟ كلام كتير جدا بما فيه كلام يتعلق بمسماها، يعني حتى المسمى نفسه. طبعا الدكتور احمد جلال اقترح حاجه اسمها وثيقه السياسه الاقتصاديه للدوله. ايه الفرق؟ هو في رأيه انه وثيقه سياسه ملكيه الدوله بتتكلم عن اصول الدوله، السياسه الاقتصاديه للدوله بتتكلم عن مجمل السياسه الاقتصاديه، وبالتالي يجب تعديلها. هو مقرر حتى تكون اكثر شمولا، يعني اكثر شمولا. البعض قال ان الوثيقه، وده حقيقه، بتنص على انها يعاد النظر فيها بعد فتره زمنيه، شايفين انه يعاد النظر دلوقتي. بدي امثله لكلام تفصيلي تاني، بقول بغض النظر عن اللي اتقال اصحابه يقدروا يعبروا عنه، انه كله بيعبر عن، ما حدش مثلا قال انه الغاء وثيقه سياسه ملكيه الدوله و يعني كله متفق على ضروره وجودها، وثيقه وجود وثيقه اسمها ايه؟ ده يمكن اللي فيه اختلافات، مضمونها ايه؟ نختلف، لكن ما حدش قال لا دي كلها على بعضها ما تنفعش. تمام، ما حصلش. يعني الفكره والاساس يكون موجود، كله الفكره موجوده، الاساس موجود، ممكن يتبين عليها فكره زي ما الدكتور جلال طرح اكبر بشويتين، لكن في النهايه المعنى اللي عايز تاخده معنى سياسي مش اقتصادي، انه دي وثيقه عاملاها الحكومه، والحكومه عاملاها عن طريق وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه باشراف الدكتور هاله السعيد ومعها رئيس الوزراء والمجموعه الاقتصاديه. لو احنا بنتكلم على المعارضه التقليديه
والحوار التقليدي ما بين معارض ومؤيد واللي هو بيجري بعيدا تاني القصف عن بعد ده خطر جدا. كل واحد هيقول لا انت ايه اللي في ايدك ده ما تنفعش في اي حاجه. انت مش عرفك انت عرفت حاجه؟ ده هو احنا عاملين فيها الابداع. لما الناس قربت وقعدت مع بعض هذا النوع من الحوار لم يحدث. ما حدش قال دي فاشله او دي ما تنفعش والتاني ما قالش دي عبقريه منزله من السماء. الاثنين خدوا وده بما يفيد بانه النوع ده من الوثائق، النوع ده من طرائق او طرق التفكير مطلوب. طب نعمله ازاي؟ هنا بدات الاقتراحات. ده اهميه الحوار الوطني، اهميه شديده الحقيقه. نعم. طيب القضايا الخاصه بالزراعه والامن الغذائي وتوفير المستلزمات للمزارعين ده كمان دار حواليه نقاشات يعني مهمه. يعني ايه يمكن خلينا نقول ابرز ما تناولته هذه المناقشات يا استاذ ضياء؟ بص حضرتك طبعا قضيه الزراعه قضيه احنا لجنه اسمها الزراعه والامن الغذائي، ودي قضية النهاردة بتشغل مش مصر بس، بتشغل كل بيت في العالم نتيجة كل اللي هنعيده ونزيده، الحرب الأوكرانية إلى 23% من الحبوب، يعني كل الكلام اللي بنشوفه على الشاشات وأصبح في بيوتنا موجود متجلي في أسعار أو في بعض الدول في عدم توافر سلع. وبالتالي تحضير مصر في ملف الزراعة وهي بلد زراعي كبير كان وتوقف وعاد وده اللي نشرته او تطرقت اليه مناقشات، ان احنا عندنا بنيه تحتيه زراعيه ضخمه النهارده. عندنا اضافات ضخمه على الاراضي الزراعيه بعد الاستصلاح، عندنا مشروع مستقبل مصر في غرب البلاد، عندنا مشروع توشكا، عندنا قرابه 1.5 مليون فدان تم اضافتها ونقترب من 2 مليون قريبا. طب ده يتعمل فيه ايه؟ بما يحقق الامن الغذائي، ده الشق الاول، الزراعه ثم الامن الغذائي. دي كانت مناقشات كثيره جدا، طبعا كان منها الكلام حوالين ازاي نشجع الاستثمار الزراعي، يعني الدوله عملت ده. طيب المستثمرين اللي الرئيس دعاهم كذا مره قال لهم تعالوا خدوا، طب دول يجوا ياخدوا ايه؟ الحوافز اللي تتقدم لهم عشان يجوا ياخدوا؟ طب ايه كمان؟ نخطو خطوه ثانيه ونرجع للملف السابق، ايه اللي يخلينا ازاي نقدر نشجع التصنيع الزراعي؟ ما هو الزراعه دي بتنتج حاجات في مواقعها ممكن تبقى تصنع في هيئه حاجات تستخدم ده او تتداول محليا او تصدر. ده خد كلام طبعا. المزارع نفسه بقى خد كلام كتير جدا، لانه اصل عمليه الزراعه المزارع الكبيره مهمه وكل ده، لكن مين في الاخر بيعمل ده؟ اللي بيدور ده شخص مواطن مصري بيمثل الريف منه النهارده 58%. نعم. اللي هو حاجه كريم. ازاي بقى المواطن ده نقدر ان احنا المزارع ده نشجعه؟ افكار كتير اتقالت خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية اللي هي ليها سعر تعاقدي، اللي الدولة بتعلن عن سعرها قبل ما تتزرع، زي القمح، زي القصب، زي البنجر، زي كان في مطالبة وانا من المطالب ده بتوسيع السلع دي تزيد، وان السعر يبقى اكثر عدلا عشان المزارع ما يبقاش الدولة مضطرة تجيب سلعة معينة من الخارج بسعر 10 ساق والمزارع بتاخدها منه بثلاثة ساخ. لا، تاخدها منه على الاقل بستة عشان توفر على نفسها 4، بس مش توفر 7 والمزارع يتظلم في 3. دي كانت مطالبات كتير هتطلع عنها طبعا، يعني مشروعات قرارات وهتترفع طبعا للسيد رئيس الجمهوريه. اكيد. يعني الحوار الوطني الحقيقه مش سايب حاجه يا استاذ ضياء، يعني لدرجه انه ملفات كثيره جدا بيتم تناولها خلال هذه المده 4 اسابيع، ولكن ملفات كثيره اتفتحت زي مثلا ملف السياحه. ايه ابرز كمان ما تم تناوله فيما يخص ملف السياحه؟ ايه ابرز القضايا اللي تم التطرق اليها؟ شوف حضرتك عشان ابقى صريح معاكي، احنا انهينا جولة واحدة في موضوع السياحة، وكان حوالين رسم الخريطة السياحية لمصر، دول جلستين لم ننتهي بعد. السياحة هيبقى لها جلسات أكثر ثراء في ظني وأكثر عمقا وأكثر صراحة. ليه؟ لأن احنا عندنا دول صناعية كبيرة، السياحة مش مجرد مهنة أو مصدر للدخل عابر. طبعا أنا لما ألاقي دولة نووية كبرى استعمارية سابقة هائلة زي فرنسا وهي بتحتلف السياحة الأول أو الثاني بعد أسبانيا ما بين 45 أو 55 إلى 70 مليون سائح، وعندها كل هذه الصناعات وعندها كل هذا يعني الوجود الاقتصادي والتكنولوجي، وبالرغم من كده أو أسبانيا قبلها بتشجع السياحة. السياحة مش شيء بنضيع فيه وقتنا، السياحة مش موضوع لما ما نلاقاش حاجة
نعملها فنروح والنبي نجيب السائح عشان يصرف شويه. ابدا دي صناعه كامله، وبالتالي الاهتمام بيها في الحوار الوطني الحقيقه الفتره اللي جايه، وانا هنا بطمن كل العاملين في مجال السياحه وخاصه من الناس القائمين عليها في كل الحتت، يعني انه اذا كانت الجلسه الاولى او الجلستين واللي ما كانش فيهم كافي الحوار، هنبقى حريصين في الجلسات اللي جايه على حضور كل هذه الاطراف، لانه في كلام في السياحه حقيقه تفصيلي وكتير. وللامانه انا ما بفهمش في السياحه قوي يعني، او بسمع زي الناس كلها، لكن اللي سمعته من مشاورات اقتراحات شديده الأهمية، ممكن يا أستاذ إرهام ترفع عدد السياح في مصر ودخل السياحة من 3 إلى 5 إلى 7 مرات في فترات قصيرة جدا جدا. بس نسمع بعض، وده هيعمل طفرة اقتصادية وتظل وتستقر. احنا أقول لحضرتك في حاجة مهمة في السياحة بسيطة احنا بنتكلم عنها، فكرة ثقافة السياحة. احنا بنشتكي طول الوقت انه يا جماعة أصل السائح بيتعامل بطريقة مش كويسة، ده صحيح، بس السائح لو أصبح موجود بشكل مستمر وعدد كبير طول الوقت، وانه كمان المواطن مستفيد من السياحه، ده هيغير الثقافه. صح. مش هيغير الثقافه المناهج في المدارس، اللي هيغير الثقافه المصلحه. يعني عندنا مناطق، حضرتك سافرتي وكلنا بنسافر، مناطق في دول عربيه بدون ذكر اسمها، يعني في التعامل هيخلي يعني الاحتكاك الكتير هيخلي طريقه التعامل تختلف، وفي مصلحه بالعمل على الاحتكاك. انا هحافظ على السياحه، بحافظ على نفسي، اشقاء في شمال افريقيا بيعملوا كده، احنا بنشوف ده. صح. طيب المحور المجتمعي كمان يا استاذ ضياء، ايه ابرز القضايا اللي تم التطرق اليها حتى الان؟ انا عارفه ان هم كتير، لكن ايه كتير وهنروح لهم يعني بالتفاصيل، لكن الاول لو حطينا عناوين كده، بتشوف ايه اهم القضايا اللي يعني اللي شايف انه مهمه تم التطرق اليها؟ بص حضرتك طبعا يعني هو المحور المجتمعي يعني كان في قضايا تخص الثقافه والهويه، واحنا كان عندنا جلسات، كانت اخر الجلسات اللي عقدت قبل اجازه العيد، كانت اجازات جلسات مهمة حضرها عدد كبير جدا من المثقفين والفنانين، وحضرتك ناس كتير شافتها على الـ على الـ على الهواء يعني او اثناء انعقادها. ومن اول الثقافة والهوية لغاية المؤسسات الثقافية هنعمل بيها ايه؟ يعني نعمل ايه في البلد؟ ازاي نعمم فكرة الفن والثقافة؟ دي من القضايا اللي كانت مهمة، قضية الـ زي ما قلت الوصاية من شوية كانت من القضايا الرئيسية، قضية الأسرة، التماسك الأسري في مصر كانت من القضايا المهمة. لو أنا رجعت لآخر الجلسات يعني اللي حضرناها وأنا فاكرها لسه، قضية المؤسسات الثقافية. المؤسسات الثقافية دي إحنا عندنا مشكلة حقيقية في تراجع المؤسسات الثقافية في مصر عموما. ده أمر مش ابن امبارح، ده ابن 3 4 عقود. عدد دور السينما في مصر شيء الرقم يعني لا يمكن ذكره. عدد دور السينما كم محافظة في مصر ما فيهمش سينمات أصلا، محافظة كاملة حوالي 8 لـ 9 محافظات لا يوجد فيهم سينما، ما فيهمش ولا دار سينما طيب نشجع. طب دور الثقافة طب ازاي؟ ده احنا بلد الفن والثقافة، ده كل ده تراجع، وبالتالي دارت اقتراحات كتيرة جدا جدا بما فيها ازاي نشجع ضريبيا انشاء دور السينما، ازاي نشجع ضريبيا انشاء. من ضمن الاقتراحات انا شخصيا قدمت مقترح انه في حياه كريمه زي ما في عندنا المجمع الحكومي موجود في كل منطقه فيها حياه كريمه بيضم الجهات الحكوميه، والمجمع الزراعي في الجمعيه الزراعيه وفي، والمجمع الخدمي اللي فيه البريد وفي، احنا نعمل حاجه اسمها المجمع الثقافي يضاف لحياه كريمه المجمع الثقافي، واحنا شغالين في حياه كريمه. والمجمع الثقافي ده ممكن يعني عشان نخفف بقدر الامكان من نفقات انشائه ويبقى في كل مركز، يعني عندنا مراكز وقرى، لا بلاش في القريه، لو امكن في كل مركز على الاقل مجمع ثقافي، ونستعين ساعتها بمراكز الشباب. عندنا مراكز شباب في مصر 4000 مركز شباب، بعضهم ضخم في مساحات كبيره، ممكن تم التنسيق بين الوزارات تحت اشراف السيد رئيس الحكومه، طبعا السيد رئيس الجمهوريه، تاخد مساحات، هذه المساحات تبقى مجمع ثقافي، يبقى فيه دار سينما صغيره، يبقى فيه مشروع دار مسرح صغيره، يبقى فيه مكتبه، يبقى فيه كل ما هو يغذي الروح وينمي الوعي بالاضافه الى الخدمات الحكوميه والزراعيه. انا ما اظنش ان ده هيكلف كثيرا ضمن حياه كريمه، بالعكس يبقى ممكن يبقى اضافه، ويستفاد ساعتها باللي موجودين في المركز او القريه من العاملين
في وزارات الثقافة أو وزارات ذات صلة بموضوع الثقافة والفن عشان هم اللي يدوروا الحاجات دي ونرجع بلد يعني فيها الحاجات الجميلة اللي حضرتك بتقول عليها دور السينما والمسرح. صحيح. قضية التعليم كمان كان ليها حيز يعني أو جانب مهم من النقاشات، يعني وصلنا لغاية فين؟ ولم نصل لشيء، لأن التعليم القضية الشائكة في مصر. وصلنا إلى أبرز نوع من بالحقيقة وده شهادة قدام ربنا من النقاشات الجادة جدا جدا، والحاضرين عدد منهم من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي اللي مروا، يعني ما هماش ناس نظريين، مش ناس كتبوا مقالة وابتدوا يفكروا ويتأملوا ويتكلموا في التعليم، لا. وعدد من أساتذة التربية وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، التعليم قضية الحقيقة بغض النظر اللي وصلنا له لأنه الأفكار كتيرة، لكن اللي أنا أقدر أكده لحضرتك أنه ده أحد الإجماعات أنه التعليم هو واحد أو واحدة من أهم بوابات مصر لأي مستقبل. أي مستقبل فيه نور لازم يعدي من التعليم. أنا بتكلم على مين؟ على فرقاء سياسيين لما يتفقوا على النتيجة بالشكل ده يبقى احنا قربنا خطوة. عشان طب نعملها ازاي؟ طب نعملها ازاي؟ هنا على سبيل المثال والناس كلها كانت مدركة مثلا الانفاق على التعليم حسب النسبة الدستورية المقررة، الناس كلها شايفة وعارفة انه اقتربنا من النسبة ويمكن عديناها بس مش كافية. طب نعمل ايه؟ هنا اطرح السؤال اللي لازم الكل يجاوب عليه والبعض محدش بيزايد في دي، طب نجيب منين موارد؟ دي اسئلة خلي بقى حضرتك، الاسئلة على مائدة الحوار الوطني هي اسئلة ادارة حكم مش ادارة خلاف. ادارة الحكم انه الموارد اولا سواء بشرية او مادية، ثم التعليم حتى اللحظة انا اظن ان اللجنة المعتبرة اللي بتقود يعني حواراته هتنتهي لينا انا اظن باقتراحات جيدة جدا جدا جدا، يعني هم شغالين عليها انا متأكد وعارف ده معلوماتي مؤكدة، وخاصة مشروع القانون برجع له مرة تانية بتاع المجلس الأعلى الوطني الأعلى للتعليم والتدريب هيبقى عندنا مقترحات محددة تعديلات محددة هترفع للسيد رئيس الجمهورية. الأيام اللي احنا فيها دي أستاذ ضياء، يعني بعيدا عن الحوار الوطني، الأيام اللي احنا فيها دلوقتي احنا بنعيش ذكرى ثورة 30 من يونيو العظيمة والقرار التاريخي كمان يوم 3 يوليو بالتخلص وبإقصاء الجماعة الإرهابية عن حكم مصر، بتفتكر الفترة دي إزاي؟ بص حضرتك يعني هو احنا لسه ما دخلناش في حديث الذكريات لأن 10 سنين ليست ذكريات هي واقع معاش. يمكن بتوع التاريخ انا يعني درست شويه في حياتي تاريخ برضو بيفرقوا يقولوا التاريخ الحديث والمعاصر والقديم هو بيبقى وسيط. تاريخ لما يجي جيل تاني لم يشهدوا بس هو في حاجه بيسموها التاريخ المعاصر. المعاصر ده طالما لسه موجوده تبعاته. وفي حاجه اسمها التاريخ الحال، يعني في بعض المدارس احنا في ايه بقى احنا في التاريخ دلوقتي الحالي. احنا الاثنين 30 يونيو مش ذكريات خالص. 30 يونيو مرحلة لم تنتهي بعد. 30 يونيو ملامحها الكبيرة في تاريخ مصر ما تبانش، تاريخ ما يبانش بالقطعة بالحتة، تاريخ يبان لما تحطيه في سياق أكبر. إيه سياق مصر؟ سياق مصر التاريخي الأكبر هو 1805، ده بدايته، تولي الوالي محمد علي باشا حكم مصر وبدء إنشاء الدولة الحديثة، ده اسمه التاريخ الحديث لمصر. مصر الحديثة تأرخ من ساعتها. احنا بنتكلم كده في حوالي 200 وكام سنة، 217 سنة، دول تاريخ مصر الحديث. طيب تاريخ مصر الحديث ده ايه وقائع التحرك الجماهيري العظمى والكبرى اللي شافها عشان نقدر نحط اي واقعة في مكانها؟ ناخدهم بالترتيب البسيط. القرن 19 شاف حركة تحرك ثوري مهمة مع احمد عرابي باشا، لكن كانت حركة من القواء من الجيش المصري ساعتها قيادة أحمد عرابي باشا في عابدين ضد خديوي توفيق، حركة تحرك شعبي في القرن 19 ما حصلش. طيب القرن العشرين، القرن العشرين شاف أكيد مظاهرات ضد الإنجليز والاحتلال الإنجليزي مساحتها محدودة مش كبيرة. التحرك الأكبر كان إيه؟ ثورة مارس 1919 بعد نفي سعد باشا زغلول، وكانت ثورة موجودة في مصر استمرت مدة أيام ما أصفرتش عن حاجة كتير لكن في النهاية ضغطت على المحتل.
قفزنا من 1919 الى تحرك للقوات المسلحه في 23 يوليو 52. للقوات المسلحه اعقبوا تأييد شعبي مش العكس. الجيش اتحرك، ده كلام الجيش، ده كلام عبد الناصر وكلام رفاقه والضباط الاحرار، هم عملوا تنظيم سري عشان الحال مش نافع، والهزيمه في فلسطين خلتهم يرجعوا لمصر. عملوا ثورتهم او انقلابهم في 52 اللي اصبح ثوره عظمى مش في مصر بس، في الدنيا. ليه؟ لانه الناس خرجت تقف معاها. من 52 لغايه ما وصلنا ل 2011 مصر ما شافتش في السكه غير بعض الانتفاضات. انتفاضه يناير 77، مظاهرات هنا وهناك للطلاب 72 74، لكن التحرك الاكبر كان في 25 يناير 2011. ثوره ضخمه جدا عملها المصريين، ما حدش قدر ياثر فيهم يرجعوا عن طريقهم. قواتهم المسلحه، وهنا بقى نيجي عشان نوصل ليونيو، قواتهم المسلحه قررت بشكل واضح في بيانها الاول انه ما حدش لن يستخدم العنف مع هذا الشعب، وان الشعب له مطالب مشروعه. قواتهم المسلحه اللي كان بيراسها ساعتها، بيراسها رئيس الدوله اللي كان الجمهور خارج ضده، هي اللي قالت انه مطالب الشعب مشروعه ولن يطلق ولن يمارس العنف ضد الشعب. القوات المسلحه وقفت لغايه ما الشعب انجز مهمته يوم 11 فبراير. نعم. والرئيس السابق تنحى. طيب فضلت القوات المسلحه تحاول ان تحافظ على البلد عبر المجلس الاعلى للقوات المسلحه. وقبلت، وانا عايز اقول لحضرتك مش بالاعتذارات. اللي لما تؤرخ المرحله دي بتفاصيلها بقى، بكواليسها، بجلساتها، بمن استمع الى من، بمن تحدث الى من، بمن تجاوز مع من، القوات المسلحه حافظت على اكبر قدر ممكن من الصبر الى ان تركت الامر للشعب. نعم. الشعب في ثلاث انتخابات ورا بعض واستفتاء جاب الاخوان المسلمين. نعم. 30 يونيو، عشان نرجع في السياق ده، اذا كانت 25 يناير هي التحرك الكثيف الاكبر في تاريخ مصر الحديث الاول اللي اسقط حكم او نظام حكم. 30 يونيو كانت التحرك الجماهيري الثاني الأكبر في العدد، ده بدون شك، يعني بدون أي مبالغة في التقديرات. عدد المصريين اللي خرجوا في 30 يونيو أكبر بكثير من اللي خرجوا في يناير. الجيش في الحالتين كان نفس الموقف. صحيح. لم يتحرك مسبقا. الجيش انتظر. الرئيس السيسي أحبط الناس كلهم في مايو، في يونيو ومايو يونيو في دهشور. لما قال لهم اقفوا 10 15 ساعه سنه دي الانتخابات. ليه؟ لانه لم يكن يريد ان يستبق الشعب، وما كانش هيستبق الشعب. صحيح. وبالتالي 30 يونيو في النهايه حركه شعب لحق بيه جيش، اثرها في تاريخ مصر كبيره، ما خلصتش، احنا بنحكي في اللي نعرفه. صحيح. اللي جاي هيبقى بالتاكيد احسن. اكيد احسن. وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي الكبير استاذ ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، شرفتنا يا فندم. اهلا بك. اشوفك الاسبوع اللي جاي، واقول لحضراتكم تصبحوا على خير. اشوفكم مره تانية في حديث الاخبار. الى اللقاء.